السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع محاضرة ثانية من شابتر 19 وفسلجة الأوعية الدموية مع الدكتور علي الحسني بكالوريوس في الطب والجراحة العامة. قلت خلينا نزل لكم المحاضرة من الصبح حتى أخلص من عندكم، لأنه راي دوام هسه. فالرينا احنا علاقة، وصلنا إلى موضوع، هو موضوعنا بهذا الشابتر هو علاقة الكلية بالمحافظة على ضغط الدم. وصلنا إلى موضوع اسمه، شو اسمها، شلون تقرأها، رانين أنجيوتنسين سيستم. أول شيء هو اسمه رانين، مو رنين، لأنه رنين هاي رنين تبوني، وهاي تدري بيها شغلها يفترق. زين، أريد أشوفك شنو الرانين أنجيوتنسين سيستم. لما ينخفض الضغط مال الدم مالتك، باو علي وهاي الصورة، لما ينخفض الضغط مال الدم مالتك، الكلية العضو الوحيد اللي يتحسس لهذا الانخفاض هو، خليك تفتكر، لكن هو اكو اعضاء ثانية طبعا، بس اكثر واحد يتحسس لهذا الانخفاض مال ضغط الدم هو الكلية. الكلية من تتحسس لانخفاض ضغط الدم، حتروح طبعا شلون تتحسس، لانه بيها خلايا اسمها جكستا جلوميرولر سيل، فحتروح مطلعت لي رنين، فد مركب انزيم. هذا الرنين يعمل على تحويل مركب اخر بالكبد الى شنو، الى مركب اخر. يعني باختصار يروح يقول للكبد، يقول هنتي يا معودة ضغط انخفاض، ما تدرين بيه ضغط انخفاض، صدق كذيب، ليش نايمة ورجليك بالشمس؟ قالت له خير، شك وش صاير؟ قال هسه انا ما اريد اتناقش وياك، اريد تحولي لي الانجيو تنسينوجين الى مركب اخر اسمه الانجيو تنسين 1، هاي 1 مو ال 1. قالت له ماشي، وبعد لا صير عصبي علي وهمينا شوي علي كيفك وياي. قالت له مزين، هذا الانجيو تنسين 1 حتى يتحول الى انجيو تنسين 2 يروح للرئه، يروح للرئه. يقولها يا رئه. قالت له نعم، خيرك تفضل، جاي من الكليه وقاطع كل هاي المسافه، ما تقول ليش بيك؟ قالها والله اولا انت عود الرئه وهذه، وانا دائما امدح بيك، طلعتي هماتي مو خوش. قالت لي ليش؟ قالها ضغط الدم انخفض وانت ما تدرين، اريدك تحوليني اني شخصيا الى انجيوتنسين 2، من ملازم اول الى ملازم ثاني. ليش؟ حتى يبدي يشتغل، لان الملازم الاول ما بيخير. شو ما بيخير؟ راتبه 1.5 مليون، هاي بعد. فيتحول انجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2 عن طريق angiotensin converting enzyme from the lung. هسه طلع لي رنين من الكلية، حول لي الانجيوتنسينوجين من الكبد الى انجيوتنسين 1، والانجيوتنسين عن طريق الرئة يتحول الى انجيوتنسين 2. هذا الانجيوتنسين 2 يشتغل مباشرة، قلت لك بعد ملازم ثاني، يؤمر وينهي، قبل يخلي الأوعية الدموية خليها تتقلص، فهو مباشرة بإمكانه يقلص الأوعية الدموية، وإذا الأوعية الدموية تقلصت ايش راح يصير بالضغط؟ يزداد. هاي واحدة. اثنين، نفس هذا الأنجيوتنسين 2 يروح يهجم لك على الغدة الكظرية. اللي وين موجودة الغدة الكظرية؟ موجودة فوق الرئة، مثل القبعة. الرئة لابسة، أو العفو الكلية لابسة مثل القبعة. شلون الشفقة لابسة؟ اسمها غدة معينة، اسمها الغدة الكظرية او الغدة الفوق الكلوية، لانه مكانها فوق الكلية. فيروح يرزلها ويهين بها ويقولها يا ابا تعود، ليش هالقد مو شريفة؟ قالت له ليش تغلط عليها تتجاوز عليها هالشكل؟ قال لها اي اتجاوز عليش، لانه انت بمكانك فوق الكلية، المفروض تتحسسين لانخفاض الضغط. خليتيني اقطع المسافة واروح على الكبد وعلى الرئة وما اعرف شنو، ليش هيجي؟ قالها بعد ما اريدش تحكين اي صوت، اطلعي لي الالدوستيرون والسكتين. قالت له هاي تجاوزك عليها بعدين احاسبك عليها، راح اطلع انا الالدوستيرون، مو الخاطرك، الخاطر الضغط المنخفض.
زين، وظيفة الألدوستيرون شو يسوي؟ الألدوستيرون يسوي لك احتباس بالماي والبول، يعني يخلي لك الماي والبول، الماي والبول والأملاح، يعني الماي والووتر اند صوديوم، يسوي بهن احتباس بداخل جسمك، ما يخليهن يطلعن ويا البول، ما يخليهن يطلعن عن طريق الخروج، يسوي لهن احتباس. وإذا صار احتباس دكتور يعني شنو بمن حيفيدنا هاي الشغلة؟ هاي الشغلة يا دكتور العزيز حتفيدك انه هاي الشغلة حتفيدك من يصير احتباس حيزداد الضغط داخل جسمك، لانه السوائل داخل جسمك شنو ازدادت. هسه فهمت هذا شو اسمه هاي الهوسة؟ جيد، هنا أنا راح نرجع نعيدها. الكلية تحسست عن طريق الجكستا جلوميرولار سيل لانخفاض ضغط الدم، طلعت لك رنين قام بتحويل انجيوتنسينوجين اللي يفرز عن طريق الكبد الى انجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 تحول من ملازم اول الى ملازم ثاني عن طريق الرئة. الملازم الثاني قبل يروح يشتغل ويقلص لك الاوعية الدموية، خلاص طمن عندها، وكذلك يروح يشتغل لك هاماتين على يروح يشتغل لك هاماتين على الغدة الكظرية ويسوي يطلع لك الألدوستيرون. لكن تصور هي بعد هذا ملازم ثاني، وهي العسكرية صعبة، فالحياة العسكرية صعبة، يجي كل من يعني كل 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 شخص أو كل رتبة لازم فوقها تلقى فد مثل ما نقول رتبة أعلى منه يأمر وينهي، فما يبقى يشتغل هذا الأنجيوتنسين ملازم الثاني، ما يبقى يشتغل طول العمر فترة وتنتهي مدته. ليش؟ لأنه أكو فد إنزيم آخر يكسره، طيح حظه، مع احتراماتي لكم يعني، طيح حظه يقول له أنت ما تبقى طول العمر تشتغل وتقلص بالأوعية الدموية. شو اسم هذا الأنجيو؟ شو اسم هذا الإنزيم؟ اسمه فمثل ما قلت لكم إنه الحياة العسكرية هي حياة صعبة، يعني هذا الملازم الثاني ما يقدر يبقى يشتغل طول العمر كملازم ثاني، وإنما فترة معينة ويجي رتبة أعلى منه أو إنزيم أعلى منه يكسره. شو اسم هذا الإنزيم؟ أنجيوتنسينيز باو علي. هاي الـ ASE بأي إنزيم نهايته؟ ASE يعني شنو؟ يكسر، مكسر، هذا معناه شون مثل ما نقول لايبيز. وضحت شون على الفكرة؟ شون مثل ما نقول لايبيز مثلا اللي يكسر لك الدهون، فهذا معناته إنه شنو؟ هذا الإنزيم يكسر لك الأنجيوتنسين، ما يخلي يشتغل طول العمر حتى ما يبقى الضغط مرتفع. فالأنجيوتنسين 2 الملازم الثاني سولف لي شلون يبدأ برفع ضغط الدم. أول شيء هسه احنا قلنا الملازم الثاني شي يسوي؟ يقلص الأوعية الدموية مباشرة مثل ما شوفتكم بالصورة، يقلص لك الأوعية الدموية. اثنين، الأنجيوتنسين 2 هذا الملازم الثاني يعمل على تقليل خروج الماي والملح من الكلية. معنى تقليل خروج الماي والملح من الكلية معناه يسوي لك احتباس بالماي والأملاح داخل جسمك، من يحتبسون داخل جسمك راح يرتفع الضغط. ما هو تأثير الملازم الثاني الأنجيوتنسين 2 that cause renal retention of salt and water are essentially important for long term control of blood pressure؟ شنو معناته هذا؟ يقول لك سولف لي شلون هذا الانجيوتنسين 2 شلون انه يرفع لك، يعني له دور كبير في عملية تنظيم ضغط الدم على المستوى البعيد. شلون يعني؟ لانه الانجيوتنسين 2 يسوي لك سولد اند، بالبداية لازم تعرف حتى يجيك سؤال اشرح لي شلون الانجيوتنسين 2 يسوي لك سولد اند ووتر ريتينشن، شلون يسوي لك احتباس بالماي والملح داخل جسمك شلون؟ اول شيء هسه احنا قلنا لانه الانجيوتنسين 2 كونستراكت، شوف باو علي، انجيوتنسين 2 كونستراكت الافرنت ارتريول. دكتور شنو معنى الافرنت ارتريول؟ شوفني اياه، ما اعرف اناني حتى اعلمك شلون يسوي احتباس الملازم الثاني شلون يسوي احتباس بالماي والملح. باو هاي الكلية لو تشوف جيب مايكروسكوب مجهر راح تشوفها تتكون من نفرون، كل نفرون هذا شكله، يعني الكلية تتكون لك من مليون نفرون، كل نفرون هذا شكله. النفرون هو المنخل، شوف هاي هنا المنخل،
يعني يجيك هذا عن طريق الافرنت ارتريول، افرنت يجيك يدخل الدم يفترب هاي الفريره اللي هي بومان كبسول، ينخله 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 ينخل لك الدم يصفيه الوساخه، وين تطلع الوساخه؟ تطلع وين؟ عن طريق البول اللي هو تنزل بهذا الشيء الاصفر بالانابيب البوليه. والاشياء المفيده وين حتروح؟ حتروح بالافرنت ارتريول، يعني عندي داخل وعندي خارج، من الداخل افرنت من الخارج افرنت. حتى تحفظها دكتور، افرنت اكزيت خروج، اكزيت افرنت بالانجليزي كلمه اكزيت شنو؟ خروج يعني، فافرنت اكزيت. زين، فالاخ صاحبنا الملازم الثاني يسوي لك تقلص بهذا الخروج. من يتقلص الخروج مالتك ايش حيصير بالسوائل؟ وين حترجع؟ حترجع بالفريره وترجع لك وين؟ بالداخل، تحتبس داخل الجسم، لانه الراجع مالتك هذا الراجع طبعا هو ايش قلنا يدخل منه انا يصفى البول ينزل عن طريق هذا الشيء الاصفر، والاشياء المفيده ترجع للجسم وين؟ عن طريق الافرنت، ترجع خارج الكليه، ترجع عن طريق الافرنت. فصاحبنا يقفل لك هذا الافرنت، من يقفل لك اياه اصلا بعد لا يخرج ولا ابد ولا هذه، يخلي لك السوائل كلها ترجع 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 ويزودها على الافرنت. وضحت عليه شلون؟ يعني شوف شو يسوي، انجيوتنسين كونستراكت يقلص الافرنت ارتريول، يقلص لك هذا الافرنت، هذا الارتريول يقلصه. زين، يعني يخلي الماي والملح وين؟ يرجعون بهاي الفريره، من يرجعون بهاي الفريره بعد يزيد هنا يزيد هنا يزيد هنا، وين يرجع لنا بعد؟ على الافرنت. فانا رجعت السوائل كلها من الرئيسي على الداخل مالتي، فهمت علي شلون؟ وكانه حبست الماي والبول داخل الجسم. وضحت شلون الفكره؟ وين هالصورة هذه؟ هاي شوف شلون، باو هذا افرنت وهذا افرنت، هو يقلص لي الافرنت، فوين يرجع لي؟ شوف شلون تضخم هذا الداخل، لانه الماي والملح كله رجع علي، فكأنه انتفخ، فوين رجع علي؟ صار احتباس بي، يرجع على الجسم الماي والملح، فهمت علي شلون؟ زين، الانجيوتنسين 2 هم هاي اول وظيفه له، فعرفنا شلون اول وظيفه شلون يخلي احتباس بالماي والملح. بعد شي يسوي الاخ؟ يسوي لك يحفز لك فد خلايا معينه ابيثيريال سيل، هاي الخلايا موجوده بالانابيب الصفر، شوفتك يا هسه بالانابيب البوليه مال الكليه، هذا الانابيب الصفر وظيفتها تعيد امتصاص شباب، هاي الانابيب الصفر ماكو، من ينزل بيها البول هو نازل هما تين يصير بيها إعادة امتصاص، خاف أكو بعد شغلات زينة هذه، فوين ترجع لك إعادة الامتصاص؟ ترجع لك من هنا هما تين، تروح قبل وين؟ على الوعاء الدموي الخارج على الأفرنت، شفت هاي هنا شوف باوع، الله شقد لطيف وشقد جميل دكتور، هنا أنا قبل يصير إعادة امتصاص للماي والملح، وين يروحون؟ يروحون يرجعون قبل وين؟ بالأفرنت، يطلعون من هنا مباشرة من هذا السهم الأبيض، فيصير له إعادة امتصاص. خاف والله، ليش دكتور يصير إعادة امتصاص؟ خاف والله يعني اكو شغلات زينة ما أعرف شنو تحتفظ بين الكلية، فهو شو يسوي لك؟ يزود لك هاي العملية مال إعادة امتصاص عن طريق الأنابيب البولية، عن طريق هاي الأنابيب البولية هي الصفر هذا الجزء الأصفر، وبالتالي أنا من زودت إعادة امتصاص زودت كمية الماء والملح داخل جسمه، وبالتالي زودت عملية احتباس الماء والملح داخل الجسم، وبالتالي رفعت الضغط. فالملازم الثاني يرفع الضغط عن طريق عمليتين، يسوي لك كونتراكشن بالإفرنت آرتريول بالخارج، ويزود عملية إعادة امتصاص للماء والملح هماتين، وكذلك يروح للغدة الكظرية يرزلها ويغلط عليها ويتجاوز عليها ويقولها طلعي لي الألدوستيرون. زين خلصنا هذا. الرنين انجيوتنسين هيلب مينتين نورمال بلاد بريشر ها ديورينج وايد فارييشن ان سولت انتيك. شنو معناته هذا؟ يقول لك انت من تاكل ملح هواي مرات تروح
مثلا خلينا نقول تاكل كباب ترس ترس ملح وسماق، فمن تروح تاكل كباب وترس ترس ملح ليش ما يرتفع الضغط مالتك؟ وبنفس الوقت من 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 انتي ما متريقه وما اعرف شنو هذه ورحت للجامعه ضغطك انخفض، الملح بداخل جسمك انخفض، منو اللي حافظ لك على ضغط الجسم مالتك رغم هذه التغيرات بالانتيك مالتك، رغم هذه التغيرات بالملح مالتك اللي مفروض قل او زاد؟ منو اللي حافظ له عليه؟ اللي حافظ لك عليه هذا السيستم، لانه فور اكزامبل when salt intake is increased، لما تضرب كباب وسماق وملح ويزداد salt intake there is tendency for extra. راح تقولي دكتور هاي الكباب موجودة وين؟ موجودة بقايتن بالمصدر؟ أقول لك إيه، بس أنت ما تعرف تقرأها، أنا قاعد أفهمك إياها. ف there is tendency for extra لمثال تضرب ولا تقاس، حتى أوصل لك الفكرة بكل معالمها. زين، فthere is tendency for extracellular fluid and arterial pressure to increase. ليش صار increase بالblood pressure؟ لأنه أنت أكلت ملح هواي، شرحناها بديش المحاضرة أنه من تأكل ملح هواي حسب المخطط الموجود راح يزداد الضغط مالتك. زين، من ارتفع الضغط مالتك هنا الرنين أنجيوتنسين سيستم هذا يشتغل لو ما يشتغل دكتور؟ شو تقول أنت؟ يقل لو يزداد؟ أنا ضغطي مرتفع، شلون أزيد السيستم هذا؟ ما يصير، اصلا انا لازم اطفيه، فسويت ديكريز بالسيستم هذا حتى شنو؟ حتى ما يرتفع الضغط بعد اكثر. فهمت علي شلون؟ ونفس الفكره من انه انت رايح للكليه وما متريك، فالسولت الملح سولت انتيك الملح ما ماكل ملح هواي، سولت انتيك قل عندك، الضغط انخفض عندك، وبالتالي هذا السيستم راح يرتفع لو راح ينخفض دكتور؟ اكيد راح يرتفع. ليش؟ لأنه الضغط مالتك انخفض، فالدكتوري يتناسب هذا السيستم تناسبا عكسيا مع الضغط، إذا قل الضغط اشتغل السيستم، إذا زاد الضغط قل السيستم، طفى السيستم، خلاصنا. زين، يقول لك يابا انه شوف هاي، يعني شوف هاي باو علي، يقول لك on the other hand when running angiotensin system blocked، يقول لك احنا من لو ما موجود عندنا هذا السيستم، يعني لو ما موجود عندنا هذا السيستم اللي من يسوي لك اياه الكليه بشكل رئيسي عن طريق الجاكستا جلوميرولا سيل، لو ما موجود هذا السيستم راح تكون تغيرات بالضغط ما مسيطر عليها، بعد ما حد يقوم الضغط يسرح ويوم راح ما حد يسيطر عليه. زين، بحيث الدرجة مال الضغط تدريش قد تتراوح، يعني بين قراءة وقراءة 50 مليمتر زئبق، رقم كلش كبير، رقم كلش كبير. زين، excessive angiotensin 2 ممكن يسبب لي hypertension. راح تقول لي دكتور الملازم الثاني من يطلع هواي يسبب لي هايبرتيشن، مفهومة، لأنه شساسة سولفت لك الملازم الثاني شلون يشتغل، بس منو اللي طلع لي الملازم الثاني بشكل كميات كبيرة؟ أقول لك عندي فد تيومر موجود اسمه رنين سكريتينج تيومر، موجود وين؟ بالجاكستا جلوميرولار سيل. هذا التيومر يفرز لكميات كبيرة من الرنين. اي دكتور، هو ذا طلع رنين هواي، رنين هواي يروح يشغل لك السيستم، يروح يفزع الكبد ويفزع الرئة وما اعرف شنو، حتى يحول لك الملازم الاول الى ملازم ثاني، فبالتالي زادت كميات الانجيوتنسين 2 حتى فبالتالي صار عندك ارتفاع كلش قوي بالضغط نتيجة لوجود هذا التيومر. وضحت علي شلون الفكرة؟ اللي وين موجود؟ بالجاكستا جلوميرولار سيل. One effect of angiotensin 2 is to increase the total peripheral resistance. ندري بيها لأنه يقلص الأوعية الدموية. Which the primary cause of rapid، راح يسوي لك rapid increase in blood pressure. راح زين. يعني هنا أنا ما عندك فتشي بي، شرحناها. هاي آخر أربع أسطر مشروحات لك. حكيتهن. حتى ما أطول لك بالتسجيل.
وصلنا الى موضوع هسه احنا خلصنا هذا السيستم، اهم شيء اريدك تقرا لي شلون يصير السيستم بالضبط مثل ما شوفتك اياها بالصوره. وصلنا الى موضوع هسه اللي هو impaired renal circulation cause hypertension. لما تعطل الكليه شلون راح يصير hypertension؟ معروفه لانه الكليه صار لي محاضرتين اشرح لك شلون هي تحافظ لك على ضغط الدم، صح لو لا؟ المفروض هسه تقول لي دكتور سؤال، شنو اللي يخلي لي الكلية تعطل؟ شنو اللي يخلي لي الكلية تعطل؟ انا اقول لك شنو اللي يخلي لي الكلية يصير بيها impairment. اولا هسه انت المفروض تسألني تقول لي بعد ما عرفنا شنو وظيفة شنو علاقة الكلية بضغط الدم، المفروض هسه تسألني تقول لي دكتور شلون الكلية نقدر نسوي لها impairment، نقدر نعطلها، شنو التايب اوف رينال سيركوليتوري ديسفانكشن، شلون يصير ديسفانكشن خلل وظيفي في الكليه. زين، وهذا الخلل الوظيفي ايش راح يؤدي لي؟ اكيد لانه انت عرفت بعد راح يؤدي لي الى ارتفاع في ضغط الدم، لانه انت عرفت انه الكليه لها دور كبير في عمليه المحافظه على ضغط الدم. فمن اولا ممكن شيء يصير عندي من انواع الخلل الوظيفي، اولا ستينوسيس، تضيق بالشرايين الكلويه. فالشرايين الكلويه هذا انه من يصير بها تضيق بعد ما يوصل لها دم، من ما يوصل لها دم راح يعني تنتهي وظيفتها. فاول شيء ستينوسيس. اثنين، شوف هذا الافرنت، شفت الافرنت، هذا الافرنت اللي هو وينه، هذا الافرنت اللي هو الداخل لك للكلية، جاي بالدم المن للكلية حتى تصفي. اذا صار بي كونستركشن، تقلص، من يصير بي كونستركشن تقلص، تقلص الافرنت، هل يوصل دم بعد للكلية؟ بعد ما يوصل الدم للكلية هل راح تقدر الكلية بعد تصفي؟ بعد الكلية ما راح تقدر تصفي. فاني من اصلا قطعت الدم اللي واصل للكلية معناها عزلت وظيفة الكلية. كذلك ايضا هاي النقطة الاولى شرحناها، والنقطة الثانية شرحناها. النقطة الثالثة ممكن ازود مقاومة، increase resistance to fluid filtration. يعني شلون؟ عن طريق يقول لك الجلوميرولار بيزمنت ممبرين، يعني ازود الجلوميرولار كابيلاري فلتريشن كوفيشنت. شنو معناته هذا؟ هذا هنا أنا أكفد بهاي المنخل، أكفد يسمونه بيزمنت ممبرين. البيزمنت ممبرين يعني شلون أوضح لك إياها؟ شلون الثقوب مال المنخل، الظروف مال المنخل، هي عن طريقهن يصير عملية تصفية للمواد المو زينة تنزل والزينة ترجع من هنا عن طريق الإفرنت. فإذا أني زودت المقاومة ضد هذا الجلوميرول بيزمنت ممبرين، ضد هذا المنخل، ضد هاي الثقوب مال المنخل، زودت المقاومة، بعد هل تحدث عملية تصفية؟ ما راح تحدث عملية تصفية، وبالتالي أنا هماتي انعزلت وظيفة الكلية، سويت لها رينال ديسفنكشن. فهذا معنى ذني الأول ثلاث نقاط. المهم بالنتيجة من يصير أي واحدة من ذن ثلاث نقاط راح يصير impairment بالرينال circulation، وبالتالي راح يرتفع عندي الضغط. For each of these factors reduce the kidney to glomerular filtrate. بالمناسبة كلمة glomerular هاي الglomerular، شفت ذيك الglomerular capillary، هاي المنخل، يعني هاي الglomerular دائرة. زين، filtrate يعني منخل، filter يعني. فأي خلل يصير بهذا اللي قلناه راح شي يسوي؟ يرتفع عند الضغط نتيجة لزيادة احتباس الماء والملح. خلصنا. زين، من يصير عندي، وصلنا إلى موضوع حسة جديد. هسه احنا حكينا السيستم هذا رنين أنجيوتنسين سيستم، وعرفنا من يصير impairment بالكلية ايش حيصير، وعرفنا شلون الأنجيوتنسين 2 يسوي لك احتباس بالماء والملح. وصلنا إلى موضوع اسم الكونستريكشن بالرينال ارتري كوز هايبرتينشن، او موضوع اسمه الجولد بلات هايبرتينشن. شنو معنى جولد بلات هايبرتينشن؟ هذا رجال عالم اجى، هذا الرجال العالم شوف ايش سوى، اجى هذا الرجال العالم قال لك لو عندي يعني
هذا الرجال العالم قال لك لو عندي كلية واحدة فقط والكلية الثانية أنا شريتها، يعني إنسان عايش على كلية واحدة زين لو لا، والكلية الثانية يعني كلية واحدة عايش عليها، جيت أنا سويت تضيق بالشرايين مال هاي الكلية، سويت لين كونستريكشن، أنا قاعدة بفحوصات مختبرية على الحيوانات، يعني الكلية اللي باقية الوحيدة سويت لها كونستريكشن، شاف مباشرة بعد لحظات راح يزداد ضغط الدم. شنو تفسير للموضوع؟ لأنه شاف هذا جولد بلات هايبرتينشن، اسمه هاري جولد بلات هايبر، هاري جولد بلات عالم، فنسبة لهذا العالم اللي اكتشف هذا النوع من ضغط الدم سموه جولد بلات هايبرتينشن. شاف انه من اسوي يعني ساي مو عندي كلية واحدة، هاي الكلية الثانية وين راح الدكتور؟ انت شايلها لأي سبب ما، هاي الكلية الوحدة من سويت لها كونستريكشن تضيق بالشريان اللي واصل لها مباشرة راح يرتفع ضغط الدم. ليش شاف هيجي هذا العالم؟ لأنه شاف مباشرة يرتفع يشتغل عندي، تقوم هاي الكلية تطلع لي رنين، وهذا الرنين يشغل لي الرنين أنجيوتنسين سيستم. وضحت علي شلون؟ مباشرة يعني انه هاي الكلية تشغل لي الرنين أنجيوتنسين سيستم، وتعرفون انه هذا السيستم راح يرفع لي الضغط. فهذا الاكتشاف نسبة لهذا العالم، ولكون سوى كونستريكشن تقلص بوحدة من الكليات، يعني مو الكليات اثنينات فقط في وحدة من الكليات، سموه وان كيدني كولد بلات هايبرتينشن، وان كيدني كولد بلات هايبرتينشن. وهذا اللي مأشر لك يا بالأحمر حكيت لك يا ورا فكرة، هذا العالم استلهس وشاف انه طو جوائز وما اعرف شنو كذا والكذوات، قال اني لازم اسوي بعد اكتشاف مرة ثانية حتى ينطوني جائزة. شنو هذا الاكتشاف اللي اكتشفه مرة ثانية هذا العالم؟ اجا هذا العالم قال انه شو اسوي؟ يعني هيك اجا شاف انه عندك انت كليتين، هاي كلية كليتين مو وحدة، قلت كليتين، قال وحدة ابقيها سليمة والثانية شو اسوي بيها؟ اسوي لها كونستريكشن تضيق. شفت شلون؟ شفت الصوره شلون؟ يعني واحده بقاها سليمه والثانيه ضيق لي الشريان اللي واصل إلها. اكيد راح تقول لي دكتور اكيد هاي الكليه اللي صار بيها تضيق بالشريان مالتها راح تقوم تطلع لي رنن مو صحيح وترفع لي الضغط. شاف انه الرنن اللي يعني شاف انه يعني من سوى كونستريكشن لهذه الكلية صار احتباس بالماي والبول، وشنو بعد عندي؟ يعني صار احتباس بالماي والبول فارتفع عند الضغط. ليش؟ لأنه هاي الاسكيميك كيدني، اسكيميك كيدني يعني اللي ما واصل لها دم، اللي صار بيها تقلص بشرايينها، اطلع لي رنن، هذا الرنن أكيد راح يحول لي بالنتيجة الملازم الأول إلى ملازم ثاني فيرتفع عند الأنجيوتنسين 2. شافوا هذا الانجيوتنسين 2 يشتغل على الكليات اثنينات مو فقط الكلية الوحدة، يشتغل على البوث كدني، يعني يشتغل حتى على الكدني السليمة زين، يشتغل على الكليات اثنينات، فيصير احتباس بالماي والملح، لأن اثنين الكليات اثنينات سوون الاحتباس بالماي والملح، الكليات اثنينات سوى الاحتباس بالماي والملح رغم انه التقلص فقط في كلية واحدة. ليش دكتور؟ لانه الانجيوتنسين 2 اشتغل على الكليات اثنيناتهن. فهذا الاكتشاف نسبة للعالم نفسه، فسموه لانه الكليات اثنيناتهن اشتغلن سموهن 2 كدني جولد بلات هايبرتينشن، بينما هنا من كانت عندي كدني واحدة سموها 1 كدني لانه فقط كدني واحدة اشتغلت. وضحت هسه شنو معنى 2 كيدني كولد بلات هايبرتينشن و 1 كيدني كولد بلات هايبرتينشن؟ وضحناها لكم. نجي الى موضوع شنو علاقة الكوركتيشن اوف ذا ايورتا بارتفاع ضغط الدم. هو شنو كوركتيشن اوف ذا ايورتا؟ خلي اشوفك اياه. باو مو هاي الايورتا، شفت هذاك الشيء الاحمر الطالع من القلب، هو الشريان الابهر يسمونه، الشريان الابهر الايورتا. ايش بيه هذا الايورتا حبيبي؟ باو على شلون صاير بيه تضيق، التضيق بالايورتا نسميه كوركتيشن، تضيق بعد ما يعبر دم، فالضغط
اللي قبل التضيق بهاي المنطقة، مو اللي ورا التضيق، لا اللي قبل التضيق، ايش راح يصير؟ راح يزداد حيل 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 الى درجة كبيرة، فيزداد يصير ارتفاع في ضغط الدم بهاي المنطقة نتيجة الكوركتيشن اوف ذا ايورتا. زين، وهاي العملية شافوها سيميلر تو وان كيدني كولد بلات هايبرتنشن، لانه الكوركتيشن اوف ذا ايورتا راح يسوي لك ديكريز بالبريفيوجن، لانه هو هذا الايورتا وين نازل، يعني هذا الايورتا مصيره وين حيروح، هذا مصيره حيروح للكليات، يعني ينزل للكليات يغذيهن اثنيناتهن، ينزل للكليات يغذيهن اثنيناتهن، مو صحيح؟ يعني هذا البور الرئيسي النازل على الكليات، فاذا انا سديت البور الرئيسي الكليات يوصل لهن الدم ولا لا؟ ما راح يوصل لهن دم، الكليات اثنيناتهن ما راح يوصل لهن دم، فتقوم اثنيناتهن يطلع لي رنن، واثنيناتهن يسوون الاحتباس بالماي والملح، فهمتوا علي شلون؟ فالتقلص هنا يكون كأنه بايلاترال، لأنه أنا سديت البوري من الرئيسي، فشافوها هاي العملية مماثلة للكولد بلات هايبرتينشن، مماثلة علما للون كيدني كولد بلات هايبرتينشن. دكتور انت قاعد تقول سديت البور الرئيسي على الكليات اثنيناتهن، ليش قالوا ون كيدني كولد بلات هايبرتينشن؟